بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها مثلا السلام عليكم ورحمة الله. كوني جعل ربي ذا ذروم يبعث في اللون الهموم، كوني فك ربي السر ذلي سر، وكوني فك ربي ثلاثا السر. إن شاء الله أين تفغم يقضى، أين ثقاذم يخضى. إثما ثنى والي وذيلي والزيل أدم سليغ في تجمعث تجمعث نغ تجمعيث أولاكي ذا والد جاني مزورة تجديث يسعى نظر أرض شرعيث تجديث فنصليث يسعى نظر أرض شرعيث أمك تسعى نظر أرض شرعيث يثمثن الجماعة يوصد في اللاس ربي ذنفي ملازمة الجماعة تجي خلاصة مهمة جدا نجدها في الوحيين في الكتاب والسنة. ربي توصي في الجماعة أتصل الأحكام أتصل الأوامر يخاطب الجماعة مرديني مثلا وتعاونوا سورة المائدة وتعاونوا على البر والتقوى معونث وذيف كفو ذي ويض أخطر مدنس مدنس سوى ربي قمذن الكمال لله الجامعة قذين الله الله يبارك ألمي ملال جماعة غثفنا أتضيوني في كدر الرأي هناك من أسهم في بناء المسجد برأيه السديد في كدر الرئيس وسينا إلا قنسعون عشرة لزيكتار باش نبنوا الجامعة عادي شو تبوم كان ربي يفك ديك الفركة يا ثاندي تلمست انت الدرت الخير الربح أكا يونفك الرأي والإسهام بالرأي نوع من أنواع الإنفاق. ربي في سورة الحديد الآية السابعة في السبعة وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه كل ما نملكه في هذه الحياة ليست ملكية مطلقة ملكية استخلاف وإنابة وتفويض المعنى يسكن شوف دفك ربي انفق سوانيه دفك ربي يفكيك دراي افك دراي المتنبي زيكي ناد المتنبي شاعر الحكمة إناد الرأي قبل شجاعة الشجعان هو الأول وهي في المحل الثاني الرأي وقارني مغار نزيك الرأي وليت نزود السواق اسمي سختارني يون اسنفك اشنفك الرأي نغاش نفك الذريم ينسف كثير الرأي الرأي ديوي يا ذريم معنى ذريم وديت ساغار الرأي خاطر الرأي وليت نزو وايض النظام الارشيتكت تدي خدم اين يعني ذي التخصصينس وايض مصوث وايض مانوفر وايض يخدم تريسيتي وايض يخدم الميفن الجامع. إذن في النهاية كل إنجاز ينجز يكون بجهود الناس بجهود أهل الخير أذمليل ولوان أذزدين ولوان وذشبحن وذموان وذمليل ولغن وذمليل نغالن اجتماع القلوب اجتماع العقول اجتماع الأيدي ملال ولوان أذملال ولاغن أم بعد أذملال نغالن إفسن. إذن إذا اجتمعت القلوب والعقول والأيدي والإرادات تكون هناك إنجازات أذي للخير ومدنس مدنس وربي إقمذن الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا. إذن العمل الجامع ربدي قروة تعاونوا كل حاجة أما أمور الدين أنا أمور الدنيا أيضا أمور الدين النبي عليه الصلاة والسلام الناد صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني تظليث الجماعة تسعى على جر أكثر تظليث ما يظليون وحدس أتزاد وخام وحدك صلاة صحيحة معنى ما الزرد مع الجماعة أفضل أشحال الساعة درجة زيادة شحال الساعة؟ 27 درجة
رواية أخرى في الحديث 25 جزءا، رواية أخرى ضعفا. تروا تيرم، ثلاث مصطلحات. المصطلح الأول اللي هو درجة 27 درجة، إلا جزء إلا ضعفة. من مقاصد هذه الأحاديث غرس روح الجماعة في الناس، يعني ما إلا نحصان باللي نسعى لأجر أكثر، نحافظ على صلاة الجماعة بقدر الإمكان. ثورة كنظر الجماعة إن شاء الله الأجر وفير. إذ نما الصيام الزكاة، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة عبادة مالية، عبادة اجتماعية، عبادة متعددة المقاصد والمعاني. في كذا عمل جماعي، ما إلا إمذانا سفغا لعشور نسل سمحتي تلي الفايدة إهلليلاني مغذان وقدنا ربي ذي سورة التوبة الآية 60، إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، 8 الصناف ديوسان في سورة التوبة الآية 60. فيا دينير دين النغ أغي السوال الجماعة، ازرع ذي نغ روح الجماعة. الآيات كثيرة والأحاديث كثيرة. الأمة أتفضل ربي سبحانه عز وجل يضرد إند في سورة الأنبياء الآية 92، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أتفضي سورة المؤمنون الآية 52، وأن وإن قراءتان، هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ها يا ربي هضرت في الأمة، الأمة أي غرب باش تيزو تقولا وننغ روح الجماعة روح الأمة. في سورة البقرة الآية 143، وكذلك جعلكم أمة أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، ولا يمكن أن تتحقق الشهادة إلا بالحضور الفعلي الميداني لتكونوا شهداء على الناس، لأن الغائب لا تقبل شهادته، لا تقبل شهادة الغائب، شهادة الحاضر هي التي تقبل لتكون الشهداء على الناس. وفي نفس الوقت الآية تحملنا مسؤولية تربوية شرعية حضارية باش الأمة يكون عندها حضور ماشي غياب في جميع مجالات الحياة، في عمارة الدنيا، في المجال الزراعي الفلاحي الاقتصادي العمران علم الفلك البيولوجيا والجيولوجيا إلى قل الأمة أتلي حاضرة لا تكون غائبة متخلفة، أي تستنهض الهمم لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثورة نغال أرث الجماعة ذي جديث النار أن شرع ربي سبحانه إميك زرع القولة والنغة جماعة لجدوذ نغذ في الاسنع فوربي سفغن دولة قسم استجماعة تجمع ثقيذ العقال العقال أقيم كولا ذروم أديفك العقل ناس أديفك الطامن ناس أكيد بنو بلا ماكش مغذي التفاصيل إلى لامين 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 اسمي سيدة واليس مرديني لامين معنى أمين ذا قدشم قران ذي الجماعة ذي الدار ذي العرش. أم بعد كولا ذروم يفكاد الطامن ضامن يسعى الدورينس إلى الوكيل لانت اختصاصات صلاحيات داخل تجمع ثاقي وتجمع ثاقي ذا شو تخدم ذا شو الدور تجمع دور كبير الدور مزوارون زمرا دنيني الدور التربوي حراسة القيم زرع القيم حراسة القيم همة يا أخي مكن سعيد قبالي ثم ينقر همة سين الحروف همة همة يجي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إسعى نظر الشرعيث ربي ند كنتم خير أمة أخرجت للناس
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. امزور النغ نندهم المعنى يسلام رب المعروف والنهي يعني المنكر. صافي تجمع ثاقي سعى الدور التربوي اتزون غتزرع القيم لي فالور وتحارب في اللسنت ودقر هما وتربي المجتمع تسهم لاني مولان اي مولان الجدود كذا العموم الخول وكذا كلان. اما عندها ثلاث جماعات تجمع ثاقي اتزرع القيم وتزرع تصرفكا تصرفكا نحواج القيم ديال المجتمع. المجتمع يتماسك يتعايش مع حضور القيم يتفتت يتشتت إذا زلزلت منظومة القيم واهتزت. لي فالور لقدر لحيا النبي صلى الله عليه وسلم يناد الحياء خير كله لحيا ويناد الحياء لا يأتي إلا بخير. صافي تجمع ثاقي أتحارب وتزرع الحياة يريم ذنن باش هذه الحياة هذه القدر نكويث قبيلي ثنق ذين الزرام ذا سمكتي كان سمكتي من باب قوله تعالى وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين. وين مقارن في الليك أستني الضادة زيزي ما تمطوث لا 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 يرى الشياقي وقيل ذا قدر أي غادي قبيليث أتسور ذي سين مدن يونكيني ذا شو وضحيني أنعام ننديس هنا الفلاني أخيني ذا شو الفلاني أخيني أنعام ذا شو أنعام تمشافين أمعنى أنعام يف ذا شو ذا لميث قباليث بين يسيون أنعام سيني نعمك الخير إي نعمك الخير أنعام لو كانت تقصد مثلا يتحان ويتسنى كذا تقوخام مثلا غوسة كذا أكينين ولاش نغاشينين ذي الخير كان مخلف أنت وقي ذي الحذاقة أنت قبيليث ذي الحذاقة ما دين ولاش كلمة جرح تبريزي ما دين ذي الخير كان ذول خفيفا ذول فسوسا أم في قطاسي قلان في قدك يكو ذات صرف قاع نحو جي ثنت يكو ولا شوالا ديني نحو جغالا لشوالاكي خاطي صرف قاع ساعة نزل في الشرعي ثطاس. النبي عليه الصلاة والسلام يناد في الحديث الصحيح إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي الرواية التي خرجها الإمام البخاري في الأدب المفرد رقم الحديث 273 إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق فيهن مكارم الأخلاق ذاكي صالح الأخلاق باش انظر ذا شو سوانت الأخلاق. ويناد إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم أم ذاني زمرد يوض الدرجة علاين وين يتصوصهم من ذقواس يخدم القيام ذقياض ذاكي الدرجة عليه سواشا تياوض ستصرف قاي نس علاين نس الأخلاق ينس علاين. النبي صلى الله عليه وسلم يتوليها غل الأخلاق نتسار بشكر تلس الأخلاق إمسينا وإنك لعلى خلق عظيم. كذلك تجمع أتعاون لاني قلي لاني مغفان ولا قردي قيميون دا مغفون غيوني رز الخاطر إيس ولا شو ما يرز الخاطر تجمع تحضر وين اللوزان أتعاون العمل الخيري التكافل الاجتماعي وين خصان ثمطوثي جلن إيوجيلن ثجال إمغذان إموضان وإلى قرذي ليون ذي المجتمع أذي يعيش الغربة أذي حلف باللنسة ذا غريب ذي ثدارثيس نغذي العرشيس في قذاكي ذيني قلن ذي الشرعيث ذيني قلن ذي جديث وثجمع ثقي أثقدش ذي حريشاكي أم قران هثا ذاق تجمع تتوله سيني قلهان المزينة الله يبارك لزينيرجيين سعى الطاقات تاع الشباب تحتاجوا إلى توجيه وإرشاد باش أذفنو نور تهدون أذزيز دي نور سلوغون أذجبر نور تروزون
حوايج لورينتاسيون لونكادرومون اللي هو التأطير تجمع تسعة دورة كذا مقران أنو غال سنقالو النقطة الأخيرة تسعة دور إصلاحي المعنى إذا حصل نزاع بين الناس فجمع تتصدى لإنهاء النزاع بطريق التراضي وديا ومن قثورة الأميابل وثقي الدور تجمع كنظام اجتماعي حقوقي قانوني منظم للمجتمع وقي البعد الإصلاحي لتجمع ومن خصائص الدنيا النزاع ماناش في الجنة رانا في الدنيا أقلق ذي الدنيا ماشي ذي الجنة ماذا ندير لوغور يريم ذنان أكن يفغي لوغور أكي تجمع ثاث تفرو العقال أول ثيفران ذوال أويني جاني جنجان قرني مغار نزيك مرارزون في قذي مخصما هذا سنين نرزد في اللون أنزيزدي أولون إلوغن مزديث أولون أذ شبحن وذموان نرزد في اللون أن فنوين يهدن أن جفر أين يرزن أن جمعين فرقن أين قفضان وهمك ما يهزيك يعزيك تجي تجديث النغ إكسوا النغر ثفرات الخير كي نقولوا هذا التصالح ولا إنهاء النزاعات عن طريق التصالح هو أمر موجود في شريعة الله في الوحيين ربي في القرآن قال فلا وربك لا يؤمنون سورة النساء الآية 65 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وفي سورة النساء الآية أخرى 128 والصلح خير والآية 114 لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وغيرها من وفي سورة الأنفال الآية الأولى لا يثم زروث ربي فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ما قلت ربي فروث للشغال نون استيزاد صلصلاح باش تقري على الشامة وتقري الشحنة هذه زدين ولوان ونفي عليه الصلاة والسلام يدى لا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين حديث كثير جدا ترشدنا إلى الصلح والتصالح باش كذا نفهم مثلا باللي أين قلان ذيث شرعيث نفاثي ذي الجديث وين قلان ذي الجديث يسعى زرر شرعيث تجي ومقارن تجمع اثنا تجمعيث ان شاء الله لبذات ان ستر ربي سبحانه باش اسدو هذه دوك الوال النار وهذه دوك الراي النار وغص ربي يصرف ذي الدنيا ولا ذي الاخر وذي جعل ربي ثم ديث نون ثم ديث النار ثم ديث سعديث ثم ديث مرفوح وقد يموتنا في اللسن يعفو ربي يموضنا ثني شفو ربي فون وكن يفكى ربي السر ذي سر يرنو يول ثلاثا السر امين امين والحمد لله رب العالمين.